يا بسم الله. السلام عليكم. الجولة الثالثة، ثلاثة الجولات اللي نقدر نربحوا فيهم صاد النقاط، خدينا فيهم يلا جوج نقاط. قبل ما ندخل ونهضر على الماتش ديال اليوم، بغيت نرجع للفيديو اللي درت قبل اللي هضرت على اتحاد التواركة، الماتش ديال اتحاد التواركة، باسكو كاين شي ناس اللي في التعاليق ديالهم كانوا هضروا على نعطيو فرصة للفرقة ونخليو لهم الوقت يلا مجموعين وهذا، وانا متفق مع الناس، انا ما عنديش مشكل، بلاكس ناس انسان واقعيين، هذه اللي كاينه فرقه يلا مجموعه بزاف ديال الناس باقيين جداد. وراه قلتها في فيديو الاخر ان الماتش الاول اكثر الماتش الاول اللي لعبوا مع اسفي وتعادلوا في كازا، الضغط ديال التيران وشحال من حاجه كتقول نورمال. انا حاليا وفي هذيك الفيديو ما هضرش انا على الرباح، انا اصلا ما كنتسناش الرباح، شي الرباح يجي ما يجيش، جا الرباح مزيان ماشي، ولكن اهم حاجه شنو اهم حاجه؟ اهم حاجه ومنين نتفرج، منين نتفرج انا في ماتش نجلس نتفرج نشوف كره. هذه المشكله، هذه المشكله اللي درت الفيديو الاخر، ما كايناش كره، ما بقيتش كنتفرج في كره، كنشوف الرجاء وما بقيتش كنتفرج في كره. بغيت منين نجي نتفرج في ماتش ديال الرجاء اللي كتبقى تستنى سيمانه كامله، حيت انا كنظن نفس الاحساس اللي عند كاع الرجاويين، كتبقى تستنى ملي كتكون عارف ماتش ديال الرجاء السيمانه كامله وانت بالك معاه، السيمانه كامله وانت باغي لك كنتي رجاوي ديال بصح، يعني ملي غتجلس تتفرج كتبغي تتفرج كره، تشوف الفرقه ديالك، تشوف ديك الهويه ديال الرجاء، الهويه ديال الرجاء ما بقاتش، واكثر من ذلك ما كاين حتى شي حاجه، حتى فهمتي غير واحد المينيموم، غير المينيموم ديال ان بنادم يبين لك بانه السيمانه كامله هو كيتريني، السيمانه كامله هو كيتريني، كيجبر الله ملي كتشوف هذا اللاعب ديال الرجاء دابا بحال كيبقاو مفارقين، كل واحد كيكون في دارو حتى كيعيطوا لهم نهار السبت ولا نهار الحد كيتجمعوا وكيلعبوا، هذا الشيء اللي كيبان ليا في الطريقه ديال اللعب كيفاش كاين بنادم. صون النتيجه وي النتيجه مرحبا بها، كلشي باغي الرجاء تربح، ولكن على الاقل على الاقل على الاقل بردوا لنا غاديين في كره، نتفرجوا في كره، فهمتي؟ بنادم كره دايره تويشيات، بنادم عارف فين يوقف، متفاهمين، السيمانه كامله هما كيترين، السيمانه كامله هو كيترين بنادم، ما كتشوف لنا حتى حاجه. اراك الماتش ديال اليوم، الماتش مع تطوان، الماتش مع تطوان بين ما كانش غادي يكون ساهل، حيت تطوان يلا طلع من دوزيام ديفيزيون بحال الماتش ديال تواركا، راه ما ساهلينش الماتشات، فهمتي؟ الخسران ولا التعادل راه ما كيكعينيش، ماتش ما غيكون ساهل. وكما قلت وغنعاود نقولها، باغي غير الفرقه تبان واقفه، بنادم يكون واقف في تيران، فهمتي؟ التشكيله تكون واقفه وكره كتضرب. ولاعبين ضد تطوان اللي عندهم شادو مجريندو، وجريندو عارفين الكفاءه ديالو، يعني غادي يجي غادي يزيرك في كازا، وتطوان باقا غتزير بزاف ديال الفرق هذا العام بهذه الفرقه هذه، وبليس كانوا عندهم الغيابات، يعني تطوان باقا غتقول الكلمه ديالها في هذه البطوله هذا العام. الوغ السي البنزرتي دخل بالتشكيله الاتيه، زنيتي بطبيعه الحال، السي زنيتي، السي زنيتي اللي قلت عليه في الفيديو الاخر الى عقلتو وصل لدرجه الثقه المبالغه، حيت اللاعب ولا الانسان في حياته باش كيبغي يدير شي حاجه عنده واحد ثلاثه المراحل مع الثقه، قله الثقه عنده الثقه الزائده، قلة الثقة والثقة الزائدة بجوجهم خايبين، قلة الثقة كتخليك ما واثقش في راسك وما كتقدش دير داكشي اللي باغي، ما كتزعمش، والثقة بزاف كتولي تثق في راسك كثار وكتولي كصحابك أي حاجة فكرتي فيها راه غديرها غادا تصدق. زنيتي دابا وصل للمرحلة هادي ديال أوفر، فهمتي؟ فات الثقة اللي كنفضل أن بنادم تكون باقي ما عندوش الثقة غيقد يفكر يلعبها سامبل على واحد اللي فات هذيك الدرجة ديال الثقة. ماليناش زنيتي هدهودي حركاس متكور متكور اودي راه والله ما كيخرجوا على راسهم هاد اللاعب، والله حتى كيخرجوا على راسهم متكور بهذاك، مشكله متكور وحق الله لي باس غالطين هادي. ماش نقول والله ما عرفت، بنادم مبروش كنعتذر، ولكن بنادم مبروش، بنادم قاد يكون كويري مزيان ولكن برهوش، دماغه خاوي. مالوغوزمون اكبر مشكل عندنا في المغرب في جميع المجالات،
هو الدماغ. العقليه كتكون خاويه، بنادم يقد يكون موهوب ولكن العقليه كتكون خاويه، كتقد تخرج على الكارير ديالك في اي دومين، ما كندويش على الرياضه، ولكن بنادم ملي كتكون دماغه خاوي ما غاديش يزيد. ومادام دوينا على الزنيت وهذا ندوه على الاخرين، الهدهودي وحركاس ما عرفتش واش جا الوقت باش نتيستيو شي ثنائيه اخرى، يحيد شي واحد فيهم. ما داروش شي اخطاء كبار، الحاجه الوحيده اللي طلع لي الدم انا السي الهدهودي حبس اخويا لي باسطوال. علاش اخويا؟ بركه من دوك لي باسطوال، كاع لي باسطوال اللي كتصيفط كيمشيو ضايعين. بركه من ديك الفهمه ديال غادي نصيفطها غادي ندوز قدام، ما كلهم كيمشي كلهم كيضيعوا. السي الهدهودي الله يرحم الوالدين، العبوا على الارض، العبوا في الارض، واخا ضيع لكم في الارض العبوا في الارض، ولفوا الارض. كتصيفطوها ما كتصيفطوهاش مقاده، كتضيعوا كره غير كتعطيوها لهم. الله ما ولفوا ياك دابا، ما حنا صابرين عليكم، وولفوا اسيدي في الارض، ولفوا على الكره ديال الارض. الراجا ما عمرها ما لعبات في السماء، وما عمرها ما كانوا كيعرفوا يلعبوا كواري في السماء، ما تبقاوش تلعبوا لنا كواري في السماء. الله يرحم لكم الوالدين. ماينش حركاس صراحه مزيان، حتى هو شي خطرات كيلوح هذوك الباسات في السماء، مي اون جينيرال كيبقى مزيان حركات. صراحه ما عندي ما نعاتبو اون جينيرال. البداوي دار حتى هو ماتش زوين، دار زويون واخا هكاك، وكما قلت في الفيديو الاخرى 100,000 بداوي ولا يدخلنا داك النهيري، 100,000 بداوي على داك النهيري. المهم غادي بشويه بشويه كيشد بلاصه، حتى هو باقي جديد، يلاه كيشد بلاصه ديالو تويشيات. اهولو اللي خلاني نفكر بان ديك النهار قلت غير على الحدراف، ما يبان ليا واقيلا الفرقه كامله عندنا ديال ميطا وحده، كان كيصحابنا غير حدراف اللي شرينا اللعاب ديال ميطا، ولاني بانت ليا واقيلا الفرقه كامله ديال ميطا. اللي كيلعب ميطا ما كيبقاش يلعب، وهذا اهولو حتى هو كان ميطا الاولى غادي مزيان، عبدت ميطا الثانيه ويتلفها، ما بقاش قاد يجري ولا كيدور في راسو، ما بقى الدوخه والعيو كيبان لك بنادم صافي ما بقاش قاد. داكشي علاش تشونج حتى هو ما بقاش ميطا الثاني. الصبار تبارك الله عليه، ابار الطاك اللي دار اللي خدا فيه صفرة جبونس الدقيقة 23، بكري بزاف تاخد صفرة وانت عارف فهمتي لاعب كاسور تما صفرة، يعني كتقلب على الحمرة وانت خاصك ديما ديفوندي وتحيد كواري، يعني اي ايرور غتقتل. مي ابار سا صبار لاعب زوين. زريدة مالوريزمون تبليسة، وزريده حتى هو غادي تزيدوا على حتى هو دري كويري، ولكن كتلقى بان الدماغ حتى هو ناقص. بنادم فهمتي بنادم كاين كتحس بحالهم بحال متهورين، عندك زريده مذكور الهبطي طالعه واحد لا جينيراسيون، ما فهمتش كتحس بهم كويري، كتحس بان كاينه شي حاجه في رجليهم، ولكن الدماغ ما كايناش واحد الخدمه على المونطال، على بنادم كيفاش يفوكاليزي هذيك الانرجي ديالو، الانرجي ديال ولا الموهبه ديالو في شي حاجه اللي يقد يزيد بها. وهذيك التوعيته حتى هي التوعيته هو مذكور ومزوز ومذكور حتى جامي اون توكا، كنتمناو ليه كنتمناو ما تكونش شي توعيته خايبه، ما بان بانه غتسوا تفك ليه الكتف ديالو سوا غيكون تهرس ولا شي لعيبه. كنتمناو ليه الشفاء العاجل، كنتمناو ليه الشفاء العاجل. بنقيت ما بيش بنقيت كلعب سامبل، فهمتي ديك اللعيبه كيحاول يلعبها سامبل، كيحاول ما دار شي حاجه واو، ما كي مره كيبان في الشاشه حتى هو كيدير شي تويشيات. عندك خابه تقاتل، واخا هكاك خابه سانسيرمون عجبنا انا، تقاتل كيمشي كيبريسي او كي ديما كيجري ديما كيجري ومقاتل، كيبان لك هذاك الدري باغي يبين باغي، هذا الشيء اللي بغينا حنا، بغينا غير فهمتي واخا ما تربحوش، واخا هادي بغينا بنادم يبين بانه باغي يتقاتل، جاي للراجه باغي يتقاتل، باغي يبين وباغي يعرق داك التوني. حيت بنادم فهمتي راه الجمهور هادشي اللي باغي، الجمهور كيتعذب حتى هو باش يجمع دوك الفلوس ديال التيران، التيران اللي ولا غادي وكيزيد في الثمن باش يتفرج بنادم يبرد ليه غدا يدو في كورة، يبرد ليه غدا يدو في اشنو جاي يشوف هو. خابة بان ليا صراحة، بان ليا كيتقاتل كيجري، بالنسبة لأول ماتش ليه في دونور قدام بيبليك وهذا ما نعاتبوش دار ماتش لا بأس به. ومي اكسل مي كنت شكرته داك الماتش، ماشي شكرته قلت خاصو يجيو كواري بزاف، وتا هو ما جاوش كواري بزاف في هذا الماتش هذا، حيت اصلا ما كانوش المحاولات، اصلا هذا الماتش هذا كان ناقص ما كانوش فيه المحاولات. سو افا سونتري لا ما وصلوش كواري، تا ولا واحد لقيته في الميطا الثاني ولا كيخرج ياخذ كره في الوسط، ولا كيخرج هو اللي كيخرج ياخذ كره في الوسط، كتقول فينا هما هاد الناس ديال الوسط اللي هاد الساط هذا اللي خاصو يكون قدام
كيخرج ياخذ كره الوسط كاين مشكل، كاين شي مشكل توصل دابا. المهم هذه التشكيله، وملي كتشوف التشكيله وكتشوف اللعب اون جينيرال كتقول كاين مشكل في المنظومه، المنظومه ديال الرجاء كاين فيها مشكل، ماشي بشي لعاب بوحدو ولا هذا. واخا كاين الاخطاء، كل واحد كيغلط، هادو قال لي دويت عليهم لي اخطاء كي، ولكن كاين واحد المشكل في المنظومه. كره ما كتدورش، ما كاينش واحد التفاهم، ما كاينش هادي، كتعطيه كره لاخر كيتسابق، لاخر بغى يعطيه هو فاش كيجري، لاخر مشى هذا باس كتمشي بالزربه كتمشي هادي. وهذا هو الدور ديال لونطريمون. ملي كنبقى نتريني انايا، كنبقى نتريني السيمانه كامله غير باش نولف عليك، كنولف على اللعب ديالك، كتولف على اللعب ديالي، وكنتفاهموا باش ملي يجي الوقت ديال الماتش كنكونوا صافي، بدينا كنلتحموا في اللعب ديالنا. وهذا راه قبل ما تبدا البطوله راه شحال هما كيترينيو، فهمتي؟ راه حنا صابرين، هذا باش اللي كنقول صابرين وباغين نصبروا على الرجاء. انا ماشي من الناس اللي كيبغيو يديروا الضغط وهذا، ولا كتبغي تشوف الحاجه بواحد المنطق، ولكن راه ملي كتقول بنادم راه كان كيتريني قبل ما تبدا البطوله مع بعضياتهم، ودابا وصلنا للدوره ثلاثه والسيمانه كامله وبنادم كيتريني، وباقي بنادم ما مفهمش، باقي بنادم كيطلق باس عوجه، باقي بنادم كيتسنى واحد يهرب ما كيهربش، فهمتي؟ صاحبك راه تلعب معاه ولد الدرب، فهمتي؟ ولد الدربكم ولا شي واحد تلعب معاه غير شهرين، دابا راه شهرين ومغى مع بعضياتهم، مينيموم شهرين مع بعضياتهم بهاد الجداد بهاد الروينه هادي، شهرين وليتي كتعرف كل واحد اللي كيكسيريه اللي ما كيكسيريش، اللي هادي امتى باغي كره امتى هذا، كيبانوا التوشيات. ناقص هاد اللعيبه هادي تقول بحال لا ما كيترينيوش مع بعضياتهم يا ربي السلام. الوغ الخلاصه ديال الماتش كامل، ماتش ما فيه حتى شي محاوله ابار في ماتش الثاني في الاخر شي تويشيات، جات شي جوج محاولات اللي غادايزين بحال هكا. ماتش ما فيه ما يتشاف صراحه، ما كايناش كره، حنا ابار المحاولات حتى كره ما دايراش، كره ما دايراش. هذا الشيء هذا هو المشكل، شي المشكل عندي انا. غنشوف كره، نشوف كره كدور سيركولاسيون دو بال، هذه كتحاول شونجمون ديال سير من هنا جيب كره لهنايا، كدوز من ميليو تيرا غادا كره والو. قوت الباسات الخاطئين على هادي، خربق من هنا خربق من هنايا، اللي بغى يصيفطها في السماء اللي باغي هادي، كل واحد شنو كيدير. الميطا الاولى ما فات حتى شي محاوله ابار البيت، ابار البيت. برافو للهبطي كيفاش ضربها صراحه، ماركه بيت زوين، ولكن رغم ذلك خاص قاد الطريقه ديال التفكير ديالك ودال هبطي. المهم الهبطي اللي دخل في بلاص زريده، مي خويا الهبطي ما عرفتش كيفاش، واش كتفرج كره ولا ما كتفرجش كره، ولكن راه كويري، ولكن راه ما كتفهمش كره صح، راه ما يمكنش كدير شي حوايج شي خطرات وباينه، وكتصعب على راسك. هذا هو المشكل، دابا الهبطي كيصعب على راسك، عاد ما تلعب سامبل شي حاجه ووصل الدقيقه ما عرفتش شحال، كيبان لك كيلهت وباقي باغي يقلب، كيلهت السيد سخفان ما قادش يجري وباقي باغي يقلب وباقي، علاش؟ على ما راه ما عنده حتى منطق هذا التفكير، هذا ما عنده حتى منطق. ما علينا، الميطا الاولى ما كان فيها والو ابار البيت. الميطا الثانيه بقينا شويه، وانكور اون فوا كما قلتها في الفيديو الاخرى، ديما حنا كيتماركاو علينا كيتماركاو عندنا كوفرات، ديما كوفرات. دابا راه شي دابا اعوام، ماشي هاد العام، اعوام ما عرفتش علاش الرجاء ديما خاص يتماركاو عليها كوفرات، ديما خاص يتماركاو عليها كوفرات. اي بيان سور غنرجعو للسيزنيتي اللي قبل ما تجي هاد الكوفره هادي، دار واحد الرولونس شد كره، وديك الثقه الزائده ديال انا غنشدها وغادي نلعبها دغيا فين بان لي، حيت واش خطرات كيبان لي عنده فين يلعبها دغيا وما كيلعبهاش، حيت دماغو قال لي ما تلعبهاش، وهادي قال لي دماغو لعبها، مشى لعبها لما عطاها ليهم ديريكت، ما خداها حتى واحد ديال الرجاء ديريكت، رجعوا بها جاتهم كوفره سونطرات الكوفره، خارج زنيتي تلاح ضرب الهدهودي، خلى كره وضرب الهدهودي، فوت ديال زنيتي ديجا في الرولونس، وخارج بايرور، ها هو البيت ديال التعادل. اي بيان سور اونكور اون فوا كما كنقولها، اون فوا كتعطيو الفرق الفرصه انهم يماركيو عليكم بيت، صافي كيرجعوا لكم اللور، كيسدوا لكم كيوقفوا لكم بنادم، ومع انتم اصلا المنظومه ما خداماش، ما دايراش كره، الرجاء كانت كدور كره وكتوحل مع الفرق راجع اللور، دابا اصلا الكره ما دايراش، سي نورمال ملي غيسدوا ليك ما كتبقى حتى حاجه وصافي كلشي كيتبلوك. لي شونجمون، كان شونجمون ديال دخل فرصي، حدراف سون بلوس، دار شويه ديزاكسيليغاسيون من ديك الجهه حتى هوايا،
حاول يدير التويشيات مي فهمتي كي بالك داكشي باهت ما كاين حتى شي حاجه اللي كتقنع فورسي زوين مي ابارامون حتى هو غير ديال الميطا مادام لعبوه بحال هكا حيت فورسي كيبان الكويري خاصو يكون من الاول تيتولير مع ابارامون ديال الميطا كي قلت لكم راه عندنا اللعابه ديال الميطا هاد العام راه ما عرفتش كيفاش غنديروا لا ما كاينش اللي كيضرب 90 دقيقه ابار صبار في داك الميليو ابار صبار ولاد مي وبن جديده حتى هو بن جديده اخويا شكرناك وعارفين كويري ولكن شي خطرات حتى انت تلقى باس شي خطرات تلقى باس الا ماشي ديما غتشيري وغتشد دفاع الا ما غتشد الكره مزيان شي تير تلقى باس هز عينيك وتلقى باس واحد الكره راه جاتك انت درتي وتيريتي وكان صاحبك في ليسر غدور غتفانتي غتطلق لي باس غادي تحلي اوفرتور بينه وبين الجول صغنا كدور كترجع نفس المشكل هو مشكل ديال الدماغ المشكل ديال الدماغ خاص يخدموا معاه على الدماغ على كيفاش يزيدوا بكره كيفاش هذه وهادشي كتعلموا من الصغر ماشي حتى دابا عاد تعلم بنادم اشنو دير بكره وهذا ماشي مهم انني انا نقلب ماشي مهم انني نمارك المهم ان الفرقه تربح هذا هو المهم الا تعاوننا كاملين كايكيب سينو اللي بغى يلعب شي حاجه انديفيديوال يمشي يلعب التنس ولا يمشي يلعب الجولف ولا يمشي يلعب شي لعيبه اخرى واني هذه كتلعب فيها 11 واحد خاصهم يكونوا متفقين المنظومه والمنظومه كاين فيها مشكل المنظومه ديال الرجاء كاين فيها مشكل على اي ماتش ما فيه ما يتقال ما غنبقاو متفائلين يلا بدات البطوله كنتمناو ما بغيت غير اللعب يتقاد انا هذا هو اهم حاجه عندي دابا بغيت غير اللعب يتقاد سيمانه وانت كتريني دابا هي غادي تحبس البطوله غادي يمشي المنتخب تويشيات عندكم مود تاع عاوتاني غادي تريني وغادي تبقاو بما غادي ترجعوا عاوتاني نعاودوا نشوفوكم وغنتوحشوا الراجا حيت كنتوحشوا الراجا ما كنتوحشوكمش نتوما اللعابه عندك بنادم صح يكون غالط باغي نشوف فلان باغي نشوف الراجا داك التوني واللي باغي نشوف انا واللي باغي نشوفو كيربح هذا ما كان صلى الله يرحم الوالدين تكونسونطرا شويه في لونطريمون ويا ربي ولا باج ديال الراجا ولا باج ديال الراجا نقصد تصاور بركه من التصاور بركه بنادم ما كيدير حتى حاجه وهلكتونا بالتصاور والله الا قبل ما تلعب الراجا كنت كنقول لي الله الراجا تلعب زوين الله الراجا تربح الله نقول شي حاجه زوينه باغي ندير فيديو نقول حاجه زوينه كنت باغي نهضر بايجابيه ولكن فهمتي ما كاينش الايجابيه كاين نقاط قلال ايجابيين فهمتي داك التفرتيت حركات صبار خابه هما فهمتي هما كترتاح ما تبقى ما كاينه حتى حاجه ما كراش نقول شي حاجه ايجابيه ولكن ما كاين والو مي غنصبروا خاصنا نصبروا حيت كنبغيو هاد الفرقه هادي وما نبغيوش لها شي حاجه خايبه سو كنتمنوا يكون هذا غير سحابه صيف عابره ان شاء الله ويكون الخير احسن من هنا لقدام تاولنا فراسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي اديوس